أهلا بيكم في اختار كارت. موضوع النهاردة للمنفصلين، هل هيكلمك؟ هل هو ندمان على اللي حصل؟ حيثيات العلاقة بتاعتكم، الماضي الحاضر والمستقبل. هنشوف تفاصيل حسب أول حرف من اسمكم المجموعة الأولى، حسب أول حرف من اسم الحبيب مجموعة أولى، ف ن ز ز كاف ألف عين صاد وهاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو الجيتارة اللي فيها القلب الأحمر دي I love you، أهو حطها هنا على مرأى الجميع، أو المجموعة الثانية ما تبقى من الأحرف حاء خاء ياء واو غين راء دال بال باء عفوا تاء ثاء قاف ضاد طاء شين، أو اختيار الحجر الأخضر ده. نبدأ على بركة الله. هل الشخص ده ندمان؟ هل هيكلمك؟ مشاعره حاليا ازاي؟ كان شايفك ازاي؟ شايفك دلوقتي، وما هي عفوا خطواته؟ طاقتك، طاقته، طاقة العلاقة ما بينكم. تمام تمام ازاي كان شايفك زمان؟ ازاي شايفك دلوقتي؟ هل هو ندمان؟ خطواته المقبلة. طاقتكم انتم، Ace of Cups. شفتم الحاجة اللي بتحبوها، بس الحاجة دي اللي بتوجعكم. انتم عندكم خليط من الندم وخليط من الاشتياق، زي ما لو كنتم يعني بتحاسبوا نفسكم جلد الذات. ليه انا كنت عبيط زي كده؟ ليه انا كنت عبيطة بالشكل ده؟ عندكم جلد الذات بشكل صارم. لو لقيتم ازاي تنسخوا حد زي يعني نفسكم وتحطوها كده قدامكم بجسد، انتم يعني تنسخوا نفسكم، يعني مثلا الصورة دي اقدر اجيب صورة تانية زيها مثلها، ما في نفس التفاصيل كل حاجة، يعني ايس اوف كابس، ايس اوف كابس بالشكل ده. انتم عاوزين زي ما لو كان عندكم رغبة انكم تجيبوا نسخة منكم وتلوموها وتعاتبوها على اللي عملتوه في نفسكم في العلاقة دي. ليه؟ لأنكم اديتوا كل حاجة في العلاقة دي، تمسكتم بالشخص ده، ولحد دلوقتي عندكم نوع من التعلق للبعض منكم، لأن دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فأنا يعني مضطرة أقول لكم كل الاحتمالات. وشوفوا إذا طاقتكم مش موجودة شاهدوا المجموعة التانية. غالبا أنتم هنا تردد، لوم، احساس بال، شفتوا لما يكون الجو صافي، السماء زرقاء والعصافير تزقزق والجو الربيعي الجميل ده، وفجأة تيجي سحب سوداء كده، امطار، رعد، وانتم يعني لسه لابسين لبس الربيع، لبس الصيف، ويجي برد قارس. حاسين نفسكم دلوقتي كده زي ما لو كنتم نايمين بتحلموا وصحيتم على كابوس كده، جو مش زي ما كنتم يعني فاكرين، وبتلوموا نفسكم ليه ما شفتوش الإشارات اللي كانت قدامكم، رغم أنكم مريتوا بإشارات كتيرة، مرت عليكم إشارات كتيرة تحذركم، تنذير أو تنذركم انه في خلل في العلاقه، في مشكله، في حاجه، لكن انتم كنتم بتسمعوا لقلبكم وما كنتوش تسمعوا لعقلكم، كنتم زي المخدرين. فعشان دي كده دلوقتي انتم عندكم الاختلاط في المشاعر دي كلها، زي ما لو كانت عاصفه بتطرف جواكم، في عقلكم، في قلبكم، في مشاعركم، احاسيسكم، طاقه رهيبه انتم فيها.
زي ما لو اتضحك عليكم ومش متقبلين انه اتضحك عليكم. دي طاقتكم انتم. طاقة الطرف التاني دلوقتي، الطرف التاني مشغول في حاجات في حياته، بيدور على حاجة، هنشوف الحاجة هي دي ايه. بيحاول انه بسلاسة يجيب لب او خلاصة حاجة هو بيدور عليها. زي مثلا لو نحط ده انه لبن، زمان كانوا بيخلطوا اللبن في شكوى كده او في جردل، بياخدوه كتير عشان يعزلوا الزبدة من اللبن، تمام؟ فهو هنا دلوقتي عاوز يخرج بخلاصة بأفكاره أو من أفكاره بحاجة يستنفع بيها هو. في الوقت اللي انتم متدمرين هو دلوقتي بيركز في حياته بشغله بترتيب حاجات كتيرة عشان يوصل للمبتغى بتاعه أو للحاجة اللي هو بيدور عليها. طب ايه هي الحاجة دي؟ جمع الفلوس، الشغل، مستوى راقي، الحفاظ على المستوى بتاعه، حاجات كتيرة بتخص المحيط بتاعه ورغباته الشخصية. طاقة العلاقة انفصال جارح، انفصال حصل فيه خيانة، خداع، أذية بشكل جبان. الشخص ده والإنسانة دي اتعاملت معاكم بطريقة من الجبن في الخروج من العلاقة، ما عملوش مواجهة، ما قالولكمش ربما حتى ليه انفصلوا، ولا ربما حتى ادلكم أعذار، لكن الأعذار دي عيل صغير مش هيقدر يتقبلها. عشان كده انتوا في الطاقة دي الحزينة دي، في الجراح اللي انتم حاسينها دلوقتي، لانه ما كانش فيه مواجهة. العلاقة خربت بشكل مأساوي، وغالبا الشخص ده استغلكم في حاجة من الحاجات، يا اما مادية يا اما جسدية. زي ما قلت لكم القراءة دي قراءة عامة، مستحيل تنطبق على الجميع، فخدوا الحاجة اللي تناسبكم وسيبوا الحاجة اللي ما تناسبكمش. تمام تمام قبل ما اكمل القراءة، فضلا وليس امرا، اعملوا لايك للمجهود اللي احنا بنعمله، فاحنا بنتعب عشان نحضر لكم الفيديوهات اللي انتم عاوزينها، فحاولوا من فضلكم انكم تشتركوا في القناة، تفعلون الجرس وتعملوا لايك. شكرا لتفهمكم. ازاي كان شايفكم زمان؟ The High Priestess كان شايفكم المدرسة او الام او المركز اللي بياخد منه كل ما هو طاقة إيجابية، كل ما هو هي معلومات تفيده في حياته، تصرفات فيها نوع من شفتوا يعني الحاجة اللي هي إيجابية في نفس الوقت سلبية. أيوة. فالشخص ده كان شايفكم زمان إنه كويس إن الإنسان يكون مكسوف، شاف كان في وشكم الخجل، كان عندكم طيبة فوق اللازم، كان عندكم تصرف حنين، كنتم جادين جدا في العلاقة دي، كده كان شايفكم، مهتمين بنفسكم، بجسمكم، بلبسكم، بكلامكم، ربما بشغلكم، بدراستكم، ربما كنتم بتدرسوا مع بعض. فالشخص ده كان شايفكم كده زمان، ناس عادلين بتنصفوا ما بين الخير والشر، وتساعدوا أي إنسان عاوزين تساعدوه أو عاوزكم تساعدوه. نظرته دلوقتي ليكم، شايفكم إزاي دلوقتي؟ دلوقتي شايف إنه الأيس أوف كابس اللي اديتوه أنتوا شايفين إن اديتوا فوق اللازم في العلاقة دي. فالشخص ده دلوقتي شايفكم انه العلاقة بتاعتكم يجب عليها انها ترجع زي ما كانت، ليه؟ لانه شايفكم انكم انتم اساس الحياة، اساس الاسرة، وغالبا في عيال ما بينكم،
غالبا فيه العيال ما بينكم، وشايفكم دلوقتي أحسن من، يعني أحسن أو تكملة للنظرة السابقة. زمان زي ما قلت لكم كان شايفكم ناس بتتكسفوا كتير، ناس معطاءة كتير، كل حاجة عندكم بالميزان بتاعها وبالمقياس بتاعها. فدلوقتي شيء رابط يعني نظرته ليكم في السابق مع نظرته ليكم في دلوقتي، فكونت نظرة إجمالية على إنكم أنتم أساس أي علاقة، وخاصة علاقة زوجية، إنه أنتم كفء على إنه الإنسان يبني معاكم أسرة. أنتم المحرك للأسرة دي، أنتم المحرك للإنسان ده، للحبيب ده. فدلوقتي شايف إنه التغيير ده لنظرته ما بين السابق ودلوقتي لما اتحدوا مع بعض، شايف إنه حان الوقت على إنه عاوز يرجعكم مرة تانية في العلاقة، عاوز بداية جديدة. وهو متيقن إنكم هترجعوا. طب إزاي؟ أو إيه كان سبب الانفصال عامة؟ لأن هنا الثري أوف كابس بنشوف إنه في تدخل أطراف في العلاقة بتاعتكم. استغفر الله، ذا ثري أوف وانس، قلت لكم علاقة ثلاثية، في علاقة ثلاثية هنا لبعض منكم، في حد تدخل في الوسط أهو، قلت لكم تدخل في الوسط أهو. غالبا الشخص ده أو الإنسانة دي من الأول كانوا مرتبين إزاي وقعوكم في فخه، إزاي وصلوكم للدرجة اللي أنتم كنتوا فيها بعطاء كده وكل حاجة، عشان إنكم تتقبلوا كل حاجة منه. كان مخطط لكل حاجة من الأول، من الأول زي ما شفنا هنا كان مخطط لكل حاجة، إنه يوقعكم في شباكه ويتصرف بيكم زي ما هو عاوز. ليه؟ لأنه كان شايف فيكم البراءة اللي شفناها هنا، استغل براءة بتاعتكم، استغل طيبة قلبكم، فكان بيراقب كل تحركاتكم ويجيب كل المعلومات عنكم عشان يوقعكم في اللي هو عاوزه، أو يوصلكم للنقطة اللي هو عاوزها. وغالبا فيه تدخل أطراف هنا، فيه طرف تالت هنا. هل هو ندمان؟ الشخص ده عنده كبرياء فوق اللازم، عنده كبرياء فوق اللازم. وغالبا البعض منكم هنا الحبيب ده هو زوج أخذ منكم عيالكم، أو أخذ منكم ابنكم أو بنتكم أو حاجة زي كده، وشايف إنه الرجوع ليكم بشكل طبيعي زي أي حد هيتقلل من قيمته، لأن الإنسان ده أو الحبيب ده أو الحبيبة دي عندهم نوع من التكبر، حب الذات، عندهم الأنا عالي، فهم هيحاولوا إنكم ترجعوا، وهم متأكدين إنكم ترجعوا وهتقبلوا بالبداية دي. لو يكلموكم على يعني حاجة تربط ما بينكم، يا إما يقولوا لكم مثلا، يقول لكم الحبيب ده لما يكون عاوز يرجع إنه عاوز يرسم علاقته معاكم إذا كنتم في علاقة عاطفية، أو يقول لكم إذا كنتم متطلقين أو منفصلين والحبيب ده أخد منكم العيال، حي يعني يديلكم طعم العيال علشان ترجعوا. هيقول لكم ان العيال مرضى وعاوزين احنا الاتنين نكون معاهم وكذا 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 وكذا، فيجيبوكم بالحنية ومتأكدين من ده. ليه؟ لان الشخص ده او الحبيب ده انسان عنده زي ما شفنا هنا في طاقته التمبرانس، بيرتب كل حاجة قبل ما يعملها، بيحسب لها 100 حساب، وعارف انكم بتحبوه، ووقت ما هيعمل كده هتيجوا جري.
ومتأكد من الكلام ده، يعني في رمشة العين في لمحة البرق كده يقول لكم كده تيجوا جاري، بالتبريرات أو الحجج اللي هيقول لكم عليها. نشوف نصائح القروض هتقول لكم ايه في الكلام ده، هل ترجعوا ولا ما ترجعوش. قلنا هو ندمان لكن عنده الأنا بتاعه مش عاوز يظهر انه ندمان. تمام. هل ترجعوا ولا لا؟ اسأل المساعدة من الآخرين. النجاح، الحل السلمي، التأمل يجلب الإجابات. بصوا هنا هنضيف كارت خامس ولربما هيفيدنا. نعم اهو، بصوا هنا بيقول لكم ايه، اذا كنتم عاوزين النجاح والوصول الى حل سلمي، اذا عاوزين النجاح والوصول الى الحل السلمي حاولوا تسالوا المساعده من الاخرين، لان انتم دلوقتي في الطاقه اللي لقيناها بتاعتكم مش لصالحكم، فحاولوا انكم تطلبوا المساعده من الاخرين، فالتامل هيجلب لكم الإجابات الصحيحة اللي هتدي لكم النصيحة الصحيحة اللي هي نعم، مش تقبل الرجوع، لا، إنكم تدرسوا الموضوع كويس مش بوجهة نظركم لوحدكم، لأنكم أنتم متضررين في مشاعركم. حاولوا تطلبوا المساعدة من ناس تانيين عشان تخرجوا بحل سلمي، حل سلمي يكون نعم لصالحكم، ولصالحكم يكون النجاح إن شاء الله. تمام. نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60% و50%. عفوا، هعمل لكم تحدي، أتحداكم إذا قدرتم تعملوا لايك بالأنف بتاعكم. يلا نشوف الشاطرين هنا اللي هيقدروا يوصلوا إنهم يعملوا لايك بالأنف بتاعهم. 100% برج الأسد، برج القوس، وبرج العقرب. 80% برج الحمل، برج العذراء، وبرج الميزان. 60% برج الثور، برج الدلو، وبرج الجدي. 50% برج الحوت، برج الجوزاء، وبرج السرطان. إلى هنا وصلنا نهاية المجموعة الأولى، نمر لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا الحجر الأخضر أو أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف اللي قدامكم. تمام. أول حاجة هنشوفها الطاقة العامة بتاعتكم عاملة ازاي. هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الاتنين عاملة ازاي. يلا صورتكم وصورة الحبيب ده في الطاقة الحالية. سبحان الله، جت الطاقة، طاقة العلاقة ما بينكم، يا سبحان الله. أصحاب المجموعة الثانية عندكم حظ غالبا. البعض منكم هنا انتم عايشين في علاقة ثلاثية او علاقة مع انسان او حد متجوز، الحد ده متجوز او سابكم واتجوز وسمعتوا انه خطب، لكن البعض منكم بما ان دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فالبعض منكم
انتوا الاتنين بتسعوا لنفس الموضوع. الطرف الحبيب ده بيفكر على انه يلقى حل لمشكلة هو فيها معاكم، وانتم بتتكلموا مع حد مقرب ليكم على قصة الحب اللي انتم عايشينها مع الشخص ده، اللي كنتم عايشينها مع الشخص ده، او المشكلة اللي ما بينكم وبين الحبيب ده. جت طاقتكم انتوا الاتنين مع طاقة العلاقة في نفس الوقت. تمام. نشوف دلوقتي، هل الشخص ده ندمان؟ كان شايفكم ازاي زمان؟ شايفكم ازاي دلوقتي؟ مشاعره وخطواته، وهل هيكلمكم؟ يلا، هل الشخص ده ندمان؟ كان شايفكم ازاي زمان؟ شايفكم ازاي دلوقتي؟ مشاعره من ناحيتكم، هل هو ندمان؟ خطواته المقبلة. الشخص ده ندمان؟ نقدر نقول ندمان، نقدر نقول مش ندمان. هتقولي لي ايه الكلام ده؟ هقول لك، هشرح لك. الشخص ده حاليا عرف قيمتكم، لانه في هل هو ندمان، جت مشاعره، ومشاعره الانسان ده بيحبكم. بيحبكم ليه؟ لأنه أدرك مؤخرا أنه سبب المشاكل اللي هو فيها دلوقتي هو عدم وجودكم في العلاقة. شايفين من هنا فيه خريف، برد، ظلام، لكن من هنا طاقة كويسة. عرف أنه في عدم وجودكم أنتم حياته يعني خربانة، لكن في وجودكم انتم تعملوا نوع من توازن في حياته. قسها بالمعادلة، غالبا البعض منكم انتم اللي عملتم، يعني خرجتم من العلاقة، مش هو اللي خرج من العلاقة، انتم اللي عملتم بلوك مش هو. فعشان كده قلت لكم هنا اقدر اقول لكم ندمان ومش ندمان، لانه هنا استنتج انه انتم ادم سعد، كنتم ادم سعد عليه هو، وشايف ان خروجكم من العلاقه اثر على حياته في كل الميادين. فغالبا زمان كان شايفكم في طاقه 3 اوف كابس، شايفكم يعني سذاجه، بتصدقوا اي كلام، بتصدقوا أي حوارات، قبلتم تقعدوا في علاقة ثلاثية معقدة متلخبطة متكرفصة، يعني أي حاجة كان بيعملها كنتم يعني بتسامحوا، كنتم بتقولوا أيوة، بتدوا كل حاجة بكل براءة بكل بساطة بالنسبة له كده. حتى ولو كنتم بتتخانقوا مش عارفة إيه وانفصلتوا مرجل، بالنسبة له كل حاجة ماشية، كل حاجة هتتقبلوها. لكن الخناقة اللي حصلت ما بينكم مؤخرا أو الانفصال الأخير ده، شافكم ده حاليا أنكم اتغيرتم من البراءة دي، شاف شخصيتكم الحقيقية اللي ما كانش شايفها فيكم في الأول، واللي هو دلوقتي ندمان عليها اللي قلناها دلوقتي. بصوا كده الفرق ما بين ده، العيال دول، والراجل القوي ده اللي بيواجه الطور ده من غير ما يخاف منه. عفوا،
هو حاليا بيشوف شخصيتكم الحقيقية، كان ما كانش متصور انكم هتقاوموا المرة دي اللي حصل بالشكل ده. عشان كده قلت لكم البعض منكم انتم اللي عملتم البلوك، انتم اللي مش عاوزين الشخص ده، لان غالبا الشخص ده مرتبط بشخص تاني، شخص تالت. 3 of cups و 3 of wands. الشخص ده شاف انه كل الاقتراحات اللي ادهالكم صديتوا عليها، وغالبا في فرق سن ما بينكم او فرق في مكان التواجد، اما هو في بلد وانتم في بلد او حاجه زي كده. الشخص ده ندمان ندم حياته عليكم، متورط في علاقه تالته ومش عارف ازاي يتنصل منها، وغالبا الشخص ده اقترح عليكم علاقه ثلاثيه او علاقه رباعيه، لكن انتم صديتوا لحد دلوقتي بتصدوه. اهو الامبرس وكارت برج الاسد، مفيش مجادله، مفيش مساومه، قاعدين بكلامكم، يا اما بشروطي يا اما مش هرجع، انتم بتقولوا كده. فخطواته هو دلوقتي لازم ياخد قرار او اختيار، لازم ياخد اختيار. والاختيار ده مش عارف ازاي ياخده. ليه؟ لانه مهما اختار هو اللي هيكون الخسران. يختاركم انتم هيخسر الطرف التالت ده، ربما الطرف التالت ده معاه عيال، معاه يعني مصدر رزقه، او يعني مستند عليه ماديا، مش عارف يعمل ايه، فمحتار في الشجاعه والقوه انكم تتحدوا سواء رغباته، رغباتكم، اي حاجه تقدر تاثر عليكم في الرجوع. وندمان عليكم جدا، وحاسس انه نوع من الكارما بتاعتكم رجعت عليه. طب هل هيختار او يعمل خطوه من ناحيتكم ويكلمكم؟ قلت لكم الشخص ده فرض علي، عاوز يفرض عليكم وجود الطرف الثالث ده للبعض منكم، سواء أهله أو طرف ثالث هو في علاقة معاه، لأن الإنسان ده أو الإنسانة دي عاوزة كل حاجة في نفس الوقت، أنتم والطرف الثالث وطرف رابع ومشاكل ومش عارفة إيه، وعاوز يفرض رأيه، يفرض عليكم العلاقة دي المتلخبطة. هل هينجح؟ لا مش هينجح. زي ما هيحسبها انتم مش هتقبلوا، هيغريكم بحاجات لكن انتم مش هتقبلوا. يا اما انا لوحدي الكينج اوف كابس، يا اما مش عاوزه، مش هيكون فيه توازن، هيكون فيه اختلاف، عدم الرضا، معارضة. فزي ما هيحسبها مش هتقبله، لأنه هو هيقعد مصمم على أنه يسيب كل حاجة أو ياخد كل حاجة، مش عاوز يسيب أي حاجة من الحاجات اللي عنده. تمام. نصيحة الكروت هتقول لكم ايه في القصة بتاعتكم يا اصحاب المجموعة الثانية. ربما هتنور لكم طريقكم على حاجة.
اطلب مساعدة الناس. الحل السلمي سبحان الله، اسأل المساعدة من الآخرين، وهنا اطلب المساعدة من الناس. اترك مساومة، قلت لكم هيساومكم الشخص ده، يا اما كل حاجة يا اما مفيش. الانسان ده او الانسانة دي عفرطين يعني بعفرطه. بصوا هنا، اطلب المساعدة من الناس، اسأل المساعدة من الآخرين. الحل السلمي هنا اترك، وهنا مساومة. فمهما هيعمل معاكم الشخص ده أو مهما هيقترح عليكم، إذا شفتم أنتم أنه مشاعركم لسه ميالة للشخص ده، حاولوا تطلبوا مساعدة من حد تاني أنه يديلكم رأيه، يديلكم وجهة نظره. فالشخص ده هيستعمل ناس تانيين أو أطراف أخرى للضغط عليكم. المساومة، فالكروت هنا في كل الكلام اللي قلنا كده، الحل السلمي انكم اتركوه ما ترجعوش، اقعدوا في المساومة بتاعتكم انتم وما تقبلوش بالمساومة بتاعته، لانكم انتم الاتنين انتم بتسألوا مساعدة من الاخرين وهو بيسأل يطلب المساعدة من الناس. انتم الاتنين عاوزين حل تجيبوه من ناس تانية، تدوا وجهة نظر ناس تانية، وعشان تواجهوا نفسكم يعني تواجهوا انتم نفسكم مع الحبيب. فالحل السلمي هنا انكم تتركوا الشخص ده وتقعدوا على المساومة وطلبات الطلبات بتاعكم الاولى، الرفض التام. تمام. نيجي دلوقتي لأهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الميزان، برج الثور، وبرج العذراء. 80% برج الحمل، برج الجوزاء، وبرج الحوت. 60% برج الدلو، برج الجدي، وبرج السرطان. أما 50% برج العقرب، برج القوس، وبرج الأسد. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك. تمام؟ تمام. شكرا وإلى الملتقى.